كابوتشينو على كاب افام كل يوم من الاثنين الجمعة من 7 للعشرة متاع الصباح. صباحكم خير، صباحكم فرحة، صباحكم رزق وسعادة يا ربي وخير وين ما كنتوا موجودين. إن شاء الله ربي يكون في عونكم، الناس اللي شادين الطريق ماشيين لخدمكم ولا توصلوا صغيراتكم، إن شاء الله ربي معاكم. تعويض أنا لزميلي أمني ذبيب يرجع لكم إن شاء الله. كان عشنا من قدام الميكرو معاكم حاذمي بوشيبة رفقة فريقكم المعتاد في كابوتشينو، سيد علي في الإخراج والإخراج الرقمي. مرحبا بك يا لولو السفيان، صباح النور. مرحبا، صباح نهاركم طيب، إن شاء الله نهاركم دقلة وحليب. نهار برد شويه، ثم ريح يمكن نحس بالبرد، البرد طبعا ولا ثم برد وثم امطار منتظر ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله تكون بردا وسلامه. اصبر على بعضكم شويه، ثم بوكو دمبوتياج وان شاء الله اللي تتمناه تلقاه. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. خلينا نعملوا طلع على حاله الطقس اليوم كيفاش باش يكون. سحب كثيفة مع أمطار متفرقة بالشمال والوسط، وتكون أحيانا غزيرة بمناطق أقصى الشمال الغربي، تشمل محليا الجنوب آخر النهار. تهب الرياح من القطاع الغربي قوية من 40 حتى 60 كيلومتر في الساعة قرب السواحل، وبالمرتفعات ومعتدلفة قوية نسبيا من 20 توصل حتى 40 كيلومتر في الساعة ببقية المناطق. بالنسبة للبحر باش يكون شديد الاضطراب فهائج إلى محليا شديد الهيجان ليلا بالشمال، ومضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل. بالنسبة للحرارة كما قال لكم سي سفيان، في انخفاض ملحوظ حيث باش تتراوح القصوى ما بين 10 و 15 درجة بالشمال، وفي حدود 8 درجات بالمرتفعات الغربية، وما بين 17 توصل حتى 23 درجة ببقية الجهات. هذا طقس اليوم سي سفيان، ان شاء الله ربي يجريها على صلاح، ان شاء الله نشوفوا مطره في انتظار المطر. احنا الناس الكل ندعيوا بمطره باهي ان شاء الله. ان شاء الله حسب ما يقولوا باش تجي مطره، ثم يقولوا اليوم ثم يقولوا غدوه، كان عشان انتوكا بين اليوم وغدوه باش تشمل الشمال والمناطق الساحليه خاصه، يعني منطقه نابل منطقه الساحل، وفي الجنوب يمكن باش تكون عواصف كبيره وممكن تؤدي الى معناها بعض الفيضانات المحليه مش كبيره، اما قاعدين يخبروا عليها لي سيميلاسيون الكل، شافوا طرف مختلف الموديلات. أي. وبالتالي ثم مطره باهيه ان شاء الله تكون ان شاء الله هي بعد المطره اللي جات 40 مليون متر مكعب 20 يوم من شرب المياه، وكذلك كان جي هذه خرجة شمس باهي القمح والسعيد بدات تطلع السبوله، دونك ان شاء الله يكون عام باهي. والبرنامج اللي عملته وزاره الفلاحه مع الفلاحين باش يبدا مخر، لكن ان شاء الله يتحقق. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله كيما نشوفوا في انفراج في الطقس، ان شاء الله نشوفوا انفراج في الاوضاع ككل. ان شاء الله انفراج في السياسه وانفراج في الاقتصاد، هو الاله الخفي هو الاقتصاد، ثم مشكله في الاقتصاد كبيره. نلاحظوا الصناعة معناها ثم انكماش اقتصادي، القانون المالية شفت وانه مركز على اجراءات تجريبية وفي اجراءات تقشفية لانه نقصوا من ميزانية عديد الوزارات والهيئات الوطنية وغيره، وفي نفس الوقت معناها رغم اللي ثم العفو الجبائي ثم كذلك زيادة في الضغط الجبائي على قلب نقطة الدور، دونك ان شاء الله يقع انفراج، خاصة وانه الصيف اللي تعدى جا به، معناها الارقام اللي جات نتاع الصيف سواء نتاع معناها المساهمات الاجنبية المباشرة او كذلك ايرادات التونسيين في الخارج او كذلك السياحة، وزد على ذلك يجب ان ناخذ معنا الاعتبار زيت الزيتون اللي عطاها عملوا 4 الى 5 مليار دينار، والسنه منتظر باش يعطي زاد حاجات باهيه باعتبار انه الصابه اكبر، وزيت الزيتون التونسي تو ديجا تسعر ب 15 ممكن ما ارقام باهيه. طبعا 113 يوم معناها احتياطي 25 مليار باليورو معناها موجودين في لدى البنك المركزي. يجب نعرفوا نهار اللي الباجي قاعد سبسي مرض نهار 27 جوان 2019 كانوا عندنا 69 يوم، اليوم احنا في 113 يوم، يعني حاجه باهيه، لكن يلزم كذلك الانتاج، لانه اذا كان ما تنتجش ما تعمل حتى شيء. شفت السنه مثال الفوسفات ما مشاش، يعني باش نشوفوا العام 3.1 مليون طن وقت كنا ننتظروا 5، دونك خسرت زوز ملايين طن. الطرناطه الوحيده 250 دولار، يعني عندك بقيمته 1500 ولا 600 مليار خسرهم، لانك انت ما عرفتش تهز الفوسفات نتاعك من المظله ومن قفصه الى قابس وسخيره وغيره، دونك ثم مشكله كبيره يلزم نلقاو لها حلول، دونك توا ثم انكماش، ان شاء الله اقتصاديا تتفرغ الامور، خاصه عام 2023 انت شفت فيش ريتينغ ما طيحتش تونس، على خاطر دفعنا كنت باش نتطرق له الفلوس نتاعنا، لكن 2024 فيه دفعات كبيره. ولكن الاقتراض ذر لشر لابد منه.
الاقتصاد صار لابد منها. اذا كان تشوف انت الميزانيه كي تخدمت السنه 79.81% هو اقتراض، 57% منه اجنبي و 42% او 43% تقريبا داخلي. وبالتالي ثم تقريبا من 10 الى 15 مليار دينار يلزم يلقاهم. بون توا كي عملوا العفو الجبائي قالوا ينجم يعطي سنين الى 2.5 مليار دينار، زيت الزيتون ينجم يعطي، لكن يقعد ديما هش. يعني ما نقول لك نسبك يقول لك عصفور في اليد خير من عشا فوق الشجره. يعني تعمل ميزانيه على اشياء ايبوتيتيك، كي غدوه وقعت مشكله في البحر الاحمر وطلع البترول السنين عملوه على 83 دولار ينجم يطلع لك 95 على 100، ينجم غدوه باب المندب يتسكر والسلع تمشي، ينجم الحرب في اوكرانيا تكبر، ما تنجمش تعرف مستجدات. دونك الحق في احنا في منطقه بتاع مخاطر، وخاصه نسبه نمو يحبوا يعتمدوها من سنين عام 2024 هي 2.1 اللي هي شويه مع نسبه النمو. نسبه النمو تحت في التريمستر الرابع نتاج الجفاف، وبالتالي كان منتظرين 1، عملوا 0.6 ولا حاجه هكا. دونك من 0.6 في التريمستر الرابع توصل المعدل 2.1 عام كامل، معناها من صعب المنال. دونك ثم صعوبات اقتصاديه كبيره الان تمر بها الدوله، ان شاء الله يلقاو من غير ما تكون القوانين اساسا جبائيه، والجبائيه هي اللي تثقل كه المواطن. فوالا، على غرار هذا طبعا صدور قانون الماليه 2024 في الرائد الرسمي فصوله باش تفعل في بدايه السنه، ان شاء الله السنه اللي جايه خير على التوانسه. اليوم حديث التوانسه سي سفيان ما يخفيكش ان هما يحكيوا الكل على الانتخابات المحليه، كذلك اليوم مخاوف من عزوف الناخبين في اولى انتخابات المحليه، مرحله جديده، انتخابات جديده التوانسه ما يعرفوهاش قبل. ولكن زاد فما سؤال التوانسه يسالوا فيه زاد بين بعضهم، المحليه مش تخلي حاجه للبلديه ام لا؟ هو الحق مش مفهومه، قانون انتخابات محليه مش مفهومه. انا نفسي في المنطقه نتاعي ما نعرفش شكون مترشحين. انا نمشي عاده نشارك في انتخابات، اما ما يلزمني نعرف شكون مترشحين ونشوف برامجهم وغيره. لا اتصل بي احد، لا قريت ورقه في الحكومه، البرنامج لا شفت حاجه معلقه. ان توكا دخلت ليزي، شفت المنطقه نتاعي، الولايه، المعتمديه، العماده، لقيت 6 ولا 7 من الناس ما نعرفهمش. ما فهمش بكل، وما نعرفش برامجهم ونعرف عليهم. كان واحد يجي يقول لي نحب نعمل خلافه، والاخر يقول لك نحب نعمل دعاره الاطفال، والاخر يقول لك نحب نبيع الدروغ ونرد حق من حقوق الشبيبه. يعني ما نعرفش برامج غامضه. يعني احنا نتخلى الاسبوع الاخير الحامس نتخلى حاجه مقتنع بها شخصيا. دونك اليوم حتى هي هيئه العليا مستقله للانتخابات لحد الان ما صدرش النص حول صلاحيات مجلس التقاليم. موجود في الدستور نتاع الجمهوريه التونسيه، اما العلاقه بينه وبين المجلس الاخر لانه هو باش يكون برلمان فيه زوج غرف بيكاميرال كما يقولوا بيكاميراليزم. هو برلمانات ذات زوج غرف، موجود في فرنسا، في بريطانيا، في امريكا وغيره، وكان موجود في تونس وقت بن علي، كان على مجلس النواب ومجلس المستشارين. دونك اليوم اولا الحمله والدعايه نتاعهم على مستوى المحلي. ثانيا مشاكل تونس هي معناها اليوم باش ترشح للرئاسيه وترشح للتشريعيه وترشح للبلديه ولا مجلس التقاليم باش تطرح قضيه الكياس والماء والضوء والتنميه والتلمود اللي باش يمشي يقرا ولا النقل والمقله الشرائيه نتاع المواطن وحاجات كيما هكا. بون الحق سمعنا ناس قالوا سنعمل على ايقاف تحت الامطار كل واحد يتلعب تلعب لانه ترشحوا ليجي برامج غريبه، وهذا مرتبط كذلك بالفشل بتاع الاحزاب التقليديه كادوات ضبط، ما عادش قاعده تنتج خاصه في شبيبه وغيره. كي تشوف في فرنسا بار اكزومبل ميلانشون كيفاش عاود خدم الحزب نتاعو ودخل فيه الشبيبه، لانه ميلانشون كي جاي يشوف يلقى 30% من اللي انتخبوه عام 17 وعام 22 هما شباب بين 14 و24 سنه، بين 18 و24 سنه، ولا طلع نواب عنده 17 نائب 90% منهم شباب ينتميوا الى ان توكا مش الشريحه هذيك حتى 30 35 سنه. دونك قاعد يعدل في اموره واستغل الحرب الان في غزه باش عمل عمليه انتشار لدى الراي العام واسقط مشروع القانون بتاع الدرمنه وزير الداخليه اللي قدمه نهار الاثنين اللي هو مشروع فاشل خلينا نقول. دونك اليوم الاحزاب نتاعنا ما عملتش هذايا.
القديمه والجديده، بل هي في حاله اندثار. وتشوف انا شفت مثال العديم محجوب اللي طلعت مثال في حجب اثق تونس، اول تصريح قالت وقالت ما انا باش تحالفوا مع حتى حد. انت الساعه شنو وزنك انت باش تحالف؟ باش تحالف تكون عندك حاجات، اما كي تبداها من الاول ما انا باش تحالف مع حتى حد. اليوم اذا ما ثم حتى حد في تونس ما يدخلش في استراتيجي فرونتال، يعني حاجه جبهويه وتلم الناس كل، وكذلك تجديد الطاقم. الشباب التونسي مش لاقي روحه اليوم في اللي يشوف فيه في السياسه الكل. زد على ذلك حاجه اخرى وهذه مهمه جدا يجب ان تاخذ بعين الاعتبار، كل انتخابات تهم المجلس التشريعي الناس باش يقعدوا مقاطعينها على 10 15 سنه. اليوم نجم نعتبر المواطن مقاطع الشان السياسي بصفه عامه. التونسي بون الشان السياسي اون جينيرال خاطر ننتظروا انتخابات رئاسيه باش نعرف، اما بالنسبه لكل ما هو برلماني الشعب معاه. اليوم شفت البرلمان هذا يخرجوش يخضروا ويدهم خضره ويشطحوا فهمتني، ويقولوا ارض الهوى النور وصبايا الحول والمناقصون، هما معناها ملائكه تسبح في في في, في الافق. الناس بالنسبه لهم حزبي معناها قطعي، برلماني معناها قطعي، نقابي معناها قطعي، جمعيه معناها قطعي، ولو ثم تدمير كبير للصوره بيان سور، مش معناها عندهم الحق العباد، ما نحكي لك هما كيفاش يتخيلوا العباد. المسؤول قطعي، لانه تجي تشوف انت كل حاجه تحتها لفعه، كل قطاع تو تدخل له تلقى فيه فساد باغزومبل، وتلقى فيه ناس منتخبين، تلقى فيه غيره، دونك هذايا الكل يتطلب غي ابرونتيساج دو لا بوليتيك، معناها نعاودوا نتعلموا نعملوا السياسه واخلقت الحياه السياسيه على اسس جديده والابتعاد عن الاسس الامنيه. الاحزاب مش نورمالمون مقصيين من الانتخابات المحليه ام هي غير مكترثه اليوم؟ هو الانتخابات اللي اختاروا فيها توا هما الانتخابات الاوني بيرسونيل يعني على الاشخاص، لكن انت كحزب تنجم تقدم جماعتك، يعني باغ اكزومبل ترون تي مثال نعملوا ناخذ انتخابات اتحاد الشغل باغ اكزومبل ولا نقابه الصحفيين. ثم قوائم تهبط، لكن ليش يختاروا اشخاص؟ ثم بلدان يختاروا لو سكرتان اوني نومينال باغ اكزومبل في فرنسا، الاحزاب ما تتقدمش الاحزاب للانتخابات، لكن هما يقدموا، معناها تقدم شخص في الدائره الفلانيه للانتخابات التشريعيه، لكن الحزب يدافع عليه يقول لو عندي في مرسيليا فلان، وعندي في لا ريجيون باكا عندي فلان، وعندي في ليل فلان، وعندي في مرسيليا فلان، وعندي في باريس وايل دو فرانس فلان. دونك الاحزاب هي نفسها ما دخلتش، وزدت على ذلك هم مقاطعين، هم اغلب الاحزاب اللي موجودين مين ستريم يعتبروا رئيس قام انقلاب، وبالتالي يقوموا بمقاطعه والطبيعه تعب الفراغ. انا شفت واحد مثال ظهر مره تعارك مع مرته معناها جابوا فك البرامج هذيك اللي عديها نتاع هو يقول ما طيبش العشاء ولا برامجك الاجتماعية ولا راي العصيدة تعملها في كالسيتا وهي تقول لا راهو يحب يشرب مسيتير ده ولا حشر حاجات كيما هكا هكا مترشح مترشح معناها السياسة عندها كل سياسه عندها ماليها معناها وكل ميدان لكل مجال معناها فلسان، وبالتالي يلزم يكونوا ناس متاهلين للسياسه. بصراحه احنا فتح الباب امام الناس الكل، خلى ولو حتى الكفاءات الباهيه اللي تو ظاهره في البرلمان الحالي، ثم لو كفاءات باهيه وثم ناس صحيح مستوى راقي كل شيء، اما الصوره ولن ياخذوا في الصوره نتاع البرلمان السابق ضرب وهذا شفر نايبه والاخر دمايته شلتله والاخر يعيط والاخر يقول ما تمسنيش حاسدوا كل فرق شفناه الكل يحمل في الصوره هذه. زد على ذلك لي بون بيبور لي موفي، معناها كي تجيب صابه باهيه تحط فيها صابه نتاع تفاح ولا نتاع صفر، تحط فيها واحده فيها الدوده، الدوده باش تهلك الصابه الكل، دونك الناس تبعد على الصابه الكل، ما يقولكش تمشي انتقائي لا هذيك فيها الدوده ولا يقول، هذه المشكله. دونك الناس قاعدين يشوفوا تو في الدوده في الطبقه السياسيه، وبالتالي الطبقه السياسيه مطالبه باش تعاود تنتج ذاتها، وحتى الجمعيات وغيرهم مطالبين. تشوف تو الاتحاد تشغل في ازمه، واتحاد العرب في ازمه، واتحاد المراه في ازمه، نهار العام المؤتمر نتاعهم عملوا قضيه ما في بالك. اي اش مازال معناها وديما تقول لا مؤامر عليا، لازم ثم حاجه فيك انت كذلك. اكيد وان السلطه نزعتها هي الاستفراد، واي سلطه في العالم اليوم شكون قاعدين نشوفوا من الطبقه السياسيه الا الداعمه لمسار 25 جويليا؟ اول في الميديا اللي نشوفوا في ما قبل 25 جويليا، وهذيك الغلطه الكبيره. ثم ناس شوف انت هبتوا في المثال يقول لك النائب الفلاني غدوه باش تعدى في اكسبريس اف ام ولا في كابا اف ام، يهبط تلقى عنده سيت جيم، يهبط البلاتو يحكي ساعه غير يقول لي حب في الاعلام التمثيل التمثيليه نتاع منظومه ما قبل 25 جويليا ديسبروبورسيونيل وجودهم الحقيقي، وهذاك يخليهم هما نفسهم يغلطوا. علاش؟ خاطر يعملوا تليفون الاخر يقول له ها محلاك يا قائد، والاخر يقول والله دمرتهم تدبير،
ومن بعد معناها ماك تعرف ثم مجاملات خاطر الانترنت فيه المجاملات والسبان ما فيش شكل الموقف بين بين يا محليك يا مخيبك وانت والمزاج بتاع العباد. دونك الحق انا نرى انه التواجد في المواقع الاجتماعيه وحدها ما ينجمش يعمل حتى شيء. المقاومه اليوم في غزه تواجد في المواقع الاجتماعيه اما تواجد اساسا في الميدان. الميدان هو اللي يعطي صوره معينه. اسرائيل كي دخلت قالت شو تدخل على جمعه وسيت اون بروموناد دو سونتي بشكل حماس ونبدل الامور واحنا تو عندنا 70 يوم. دونك باش يوريك اللي الميدان هو الكل. انا نطالب الناس الكل وجمعه 25 جويلة شكونهم؟ انا ما نفهمش. لا فهمش لانه ثم جماعه جاوا قالوا ساندو العيش باش ياخذوا باهم ورموقه هما نفسهم. هما بذاتهم زاد. بيان سور ما خذاوش ولاو ينقلوا. احزاب ومنظمات قال لك نحبوا نتوزعوا ونحبوا ناخذوا. شفناهم وماخذين مواقف توا مفلقين. خاطر حتى 25 جويليا شكونهم؟ 20 واحد يقول لك انا من 25 جويليا. فهمتني؟ ويقول لك احنا وهو رئيس على ما يبدو ما عندوش حتى حزب وما عنده وما يقابلش حتى فيهم جماعه هذوما. قام قيدوا لواحد ويحكيوا. دونك كيف ممكن الاخرين قاعدين يملسوا الخيال الشعري عند العرب قال بالقاسم الشامي ولهذا يقول لك انا هاو الرئيس وهاو رؤيته. حزب جاء قال عندي 70 نائب طلع عنده خمسه. ومن بعد تلم جماعه 25 ولا قابلتي على بعضهم كل واحد يقول انا هو أنا الممثل وهما كل واحد يحب يمثل معناها واحد باذان يدق واخر باذان يصيح كل بنقص يدق واخر باذان كل يعزز دينه ليت شعري مستحي. اللي شايفه انا المنظومة السياسية اللي موجودة يلزم تتبدل بكل صراحة. تو ثم أحزاب اندثرت وكانت قوية كيما نام داياش مثال كيما الحزب الشيوعي التونسي في فترة ما كيما حركة الوحدة الشعبية في فترة ما حركة الشراكين الديمقراطيين انتهوا يا أخي. مازال بارتي بوجاديست في فرنسا ومازال بارتي كومونيست كما كان قبل ثم أحزاب تندثر يعني كل فترة وعندها أيقوناتها وعندها شعاراتها وعندها كذلك الأشخاص اللي يمثلوها. أنا اللي قاعد نشوف فيهم في السياسة قلب كل شيء إلا عن الخطاب السياسي في منطقهم في رؤاهم في اقترابهم من الاهالي. السياسيين في تونس ما يقدروش يخرجوا حتى للشوارع. علاش؟ خاطر فقدوا الثقه. الشارع فقد الثقه فيهم. الشارع فقد الثقه فيهم وهما على امل انه يصلوا لمنصب معين لا اكثر ولا اقل. هذا التونسي شنو يقولوا؟ وهذا اللي ليناه فتره الانتخابات وبعدها هذا اللي ليناه سمع بين نحيلو اللي كان هو في البرلمان ولا كان يظهر ولا كان من بعد اللي بنيه الميمام كاسكيري يقول لي باغ مهندس باهي ولا طبيب باهي ولا محامي باهي ولا صحفي باهي ولا استاذ جامعي باهي ولا كاتب باهي ولا تاكسيست باهي ولا يخدم في بنك تلقى سمعني سي طرف ما يعمل في حد شيء. يعمل في السياسه اي تعمل في السياسه لكن مع التحلل السياسي مشكله كبيره. لو يلزمنا في تونس نفهموا الشعب هذايا اولا نسي ثانيا لو يحب بصعوبه ويكره بسهوله. التوانسه في الستينات كرهوا للشراكيه في السبعينات كرهوا الليبراليه مع بن علي كرهوا مفهوم دوله القانون بعد الثوره كرهوا كلمه ديمقراطيه تجي تقول له ديمقراطي يقول لك انت بيكو عليك وكرهوا خاصه الحزبي والبرلماني وتوا بدا الشيء يوصل الى جمعياتي ونقابي. واضح جدا. شكرا لك على التفاعل سي سفيان. احنا راجعين بعد موجز الاخبار. راديو كاب اف ام. كاب اف ام